صباح الخير يا منشئ محتوى، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. مش عايز يأس، مش عايز إحباط. المشكلة دي مشكلة عامة، أنا عارفها من امبارح، ومش حبيت أعمل فيديو علشان مش هصدر ليك الإحباط واليأس، ولكن بما إن الكومنتات كلها عندي نقص في المشتركين، فلازم بقى إن أنا أوضح لك. أخويا سمير امبارح، سمير الجميل، امبارح كلمني وقال لي: جو، لاحظت حالا نقص 300 مشترك. قلت له: اكيد في خلل زي الارباح. وبعد كده قلت له: شوف الوقت الفعلي. المهم وضحت له ان في فرق بين الوقت الفعلي والاحصائيات، يعني لو جينا دخلنا على الاطلاع على عدد المشتركين الوقت الفعلي وبصينا، هنلاقي 97015 وهنا 97010. عندي الفرق 5، عندك ممكن الفرق يكون ازيد، وعند غيرك الفرق ازيد، وعند غيرك الفرق ازيد وازيد وازيد. فهنا لازم نكون عارفين ان ده خلل وهيتساوى، وبتحصل بشكل مستمر في اليوتيوب. مش عايز بقى واحد يصحى الصبح: اه انا ناقص عندي مشتركين، انا مش مكمل على اليوتيوب، انا زهقت. ما كلنا بينقص عندنا مشتركين. انا لولا نقص المشتركين كان زماني 150000 مشترك. فطبيعي جدا نقص المشتركين ده طبيعي في اليوتيوب ولازم تتعود عليه، ولكن ده خلل وهيتم تعديله. يا جو، ده انت عندك 5 مشتركين بس. يا عم مش مشكلة، هتتصلح هتتساوى. على فكرة امبارح وانا كنت بتكلم قبل ما انام كان موجود بس الفرق بين ده وبين ده 9 مشتركين نقص، دلوقتي بقى 5، ممكن كمان ساعات يبقى 3، ممكن كمان ساعات تتساوى. فمش محتاج من حضرتك انك تقلق او تصدر القلق لنفسك او تصدر نفسك الاحباط. هي مشكلة عامة مش خاصة، تقلق امتى لو المشكلة دي خاصة ليك انت لوحدك، لكن هي عامة عند الجميع. فانت محتاج من حضرتك انك تستمر في انشاء المحتوى والحصول على مشتركين ومشاهدات من اجل النجاح على اليوتيوب. لكن النجاح مش محتاج اعذار. مش انا مش هكمل النهاردة علشان نقص لي مشتركين، انا مش شغال النهاردة عشان المشتركين راحوا. لا يا فندم، مفيش كده. عيد حساباتك وارجع ونزل محتواك. اليوتيوب بيمر بمشاكل في بعض الاحيان، والمشاكل دي هي مشاكل عامه، فمش تقلق منها، ما تخافش منها. يلا يلا مستنيك اهو. المشترك اللي جه لسه رايح، واللي هيروح هيجي غيره. طالما عرفت اجيب مشترك واحد قادر اجيب 1000، طالما جبت 1000 قادر اجيب 100000. بمناسبه 100000 قربنا على 100000، ها 2990 مشترك متبقي. لو بتسمع الفيديو ما اشتركتش، لازم تشترك في المتوحد فكرة من اجل وصول الى 100000 مشترك. عايز اقول لك ان انا النسبة غير المشتركين اللي بيتفرجوا على القناة تقريبا اكتر من 75%. يعني عيد حساباتكم، ما ينفعش كده. اشترك في القناة، اشترك في القناة يا جدع، برد عليك في الكومنتات، اشترك في القناة. شكرا.